شباب نعتذر انقطاع الكهرباء سوى الارجاء الكهرباء بالملعب هدف لصالح نادي القاسم عن طريق اللاعب أثير صالح هدف لصالح نادي القاسم عن طريق اللاعب أثير صالح أثير صالح يسجل الهدف الأول لصالح نادي القاسم أثير صالح يسجل الهدف الأول لصالح نادي القاسم حاليا دقيقة 21 أثير صالح يسجل الهدف الأول لصالح نادي القاسم الرياضي ضد نادي الحدود الدقيقة حاليا 21 شباب النتيجة حاليا 1-0 لصالح نادي القاسم عن طريق اللاعب أثير صالح نعتذر عن قطاع البث بسبب قطاع الانترنت وقطاع الكهرباء في الملعب دقيقة حاليا 22 النتيجة 1-0
حبيبي هذا الشوط الثاني حاليا النتيجة 1-0 لصالح نادي القاسم عن طريق اللاعب أثير صالح حاليا دقيقة 25. تبديل لصالح نادي القاسم خروج اللاعب علي الكريم ودخول اللاعب احمد نور. التبديل الثاني لصالح نادي القاسم. التبديل الاول كان خروج اللاعب علي محمد ودخول اللاعب عباس عمد. ايه قام سبته
Thank you.